كوكو كوكو ما بغى يمتاز بالذكاء فوفو فوفو عبقري رحالة ذكي. اثنان أصدقاء يقدم برنامج يصوران الغابة ويعرض نماذج من عالم الحيوان جميلة الألوان. كوكو وفوفو كوكو فوفو كوكو فوفو فأر وببغاء. مذكرة كوكو صور من الحياة كوكو كوكو ومن ألبوم فوفو نسعد بما نرى. فوفو فوفو في المطبخ الصغير نراه ملكي يقدم طريقة لطبق شهي. هذا مفيد الهومة يأتي لنا بمعلومة يحكي عن اختراع بصورة مفهومة. كوكو وفوفو كوكو فوفو كوكو فوفو فأر وببغاء. ما هو القارب الذي يسير تحت الماء؟ ربما هو القارب الغارق. لا، ويطفو فوق الماء أيضا. ولكن هذا الأمر مستحيل، فالقارب بعد الغرق يغوص ويبقى في قاع الماء إلى الأبد ولا يمكن أن يسير. هذا خطأ، ألم تسمع بالغواصات فوفو؟ لكن الغواصة ليست قاربا بل غواصة. بل قارب. كلامك صحيح كوكو، فالقارب الذي يغوص تحت الماء ثم يعود إلى السطح يسمى غواصة. متى تم إنشاء أول غواصة برأيك؟ وكيف لي أن أعرف؟ تم بناء أول غواصة عام 1801، أي قبل 200 عام تقريبا، وذلك على يد رجل فرنسي يدعى فولتون. كان طول تلك الغواصة 6.5 أمتار وارتفاعها يزيد على 1 متر بقليل. أطلق فولتون على غواصته لقب نوتيلوس، حيث نجحت الغواصة بإغراق إحدى السفن الحربية، إلا أن قادة الجيش رأوا بأن الغواصة لا تصلح للاستعمال الحربي، وبالتالي مضت 100 سنة أخرى قبل أن يتم بناء أي غواصات أخرى. أنا أخاف من السفر بواسطة الغواصة، فالمرء يبقى تحت الماء، وإذا ما حدث خطأ ما فإن الغرق أمر حتمي لا مفر منه. هل تعرف كيف تغوص الغواصة في الماء وكيف تطفو؟ طبعا، أعتقد بأنهم يملؤونها بالماء وبالتالي تغرق وحدها. ولكن كيف يعيدونها إلى سطح الماء؟ عليهم إخراج الماء منها. للغواصات جدار مزدوج بطبقتين خارجية وأخرى داخلية وبينهما فراغ، وعندما يريد القبطان إنزال القارب إلى الأسفل فإنه يأمر بملء الفراغ بالماء. أرأيت أن كلامي صحيح؟ فهم يملؤون الغواصة بالماء فعلا. نعم، فأنت عبقري وذكي أيضا. وبعد أن يملأ الماء الفراغ بين الجدارين فإن الغواصة تصبح أثقل وتغوص تحت الماء، وهذا لا يسبب مشكلة، وبخاصة أن الجزء الداخلي من الغواصة مقاوم للماء، وبالتالي يبقى كل ما في الداخل جافا. أما عندما يرغب القبطان برفع الغواصة إلى الأعلى فإنه يأمر بملء الفراغ بين الجدارين بالهواء، وبالتالي يرتفع الضغط في تلك المنطقة ويتم دفع الماء إلى الخارج. وبما أن الهواء أخف وزنا من الماء فإن الغواصة ترتفع إلى السطح. فهمت الآن، عرفت كيف ينزلون الغواصة إلى الأسفل، ولم أكن أعرف كيف يخرجونها إلى السطح. اليوم توجد هناك غواصات عملاقة تسير محركاتها على الطاقة الذرية حتى تتمكن من البقاء تحت الماء لفترة أطول دون الحاجة للرجوع إلى السطح من أجل التزود بالوقود. وأثناء الحرب العالمية الثانية تمكنت الغواصات من إغراق آلاف السفن الحربية، فالغواصة قارب صنع للأغراض الحربية وبهدف الاقتراب من سفن العدو بشكل خفي وإغراقها بالألغام الخاصة بها. أوف 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 يا إلهي،
يجب علينا إغراق جميع الغواصات الخطيرة فورا وألا نسمح لها بالخروج. هذا مستحيل فوفو، فلابد أن تخرج الغواصات إلى السطح ثانية. ولكن وجود كل تلك الأسلحة أمر لا يعجبني. ولا أنا، ولكن الغواصات لا أحبها، تعتبر نوعا من القوارب. لا أحبها. لقد حيرتني. إذن ما الذي يعجبك؟ تعجبني القوارب الشراعية فقط. لكن القوارب الشراعية تبقى فوق سطح الماء دائما. فوفو، وهل الغواصات نوافذ؟ نعم، ولكنها نوافذ لا يمكن فتحها، وإلا ستغرق الغواصة ولن تستطيع العودة إلى السطح ثانية. فوفو، اليوم سنناقش موضوع الشكوى من القطط الكبيرة. رجاء كوكو لا تفعل هذا. ألا تعرف كم نخاف نحن الفئران من القطط؟ آسف، ولكن هل تعرف شكل النمر؟ النمر؟ لا، ليس تماما، لكني أعتقد بأنه يشبه الأسد. كلا فوفو، فالنمر يرتدي رداء مموها. ماذا قلت كوكو؟ رداء ماذا؟ مموها. فمنطقة البطن لونها أبيض، ولون الفراء بني، وعليه بعض الخطوط. ولما كل ذلك؟ حتى لا يتمكن أحد من رؤيته وهو يختبئ بين الشجيرات في الغابة. يا إلهي، أنا خائف. لا تخف، فالنمور عموما تتواجد في غابات آسيا. أخبرني كوكو، ماذا عن صغار النمور؟ أهي حيوانات لطيفة؟ لطيفة جدا، ففي العائلة الواحدة قد تكون هناك 6 صغار وهي تبقى معا لمدة 2 شهر. وهذا يختلف عنا نحن الببغاء. وماذا تأكل الصغار؟ هل تأكل الفاكهة؟ كلا، إنها تشرب حليب أمها لفترة طويلة، ومن ثم تتعلم الصيد. وعندما تشعر النمور بالدفء فإنها قد تلجأ إلى السباحة. ولكن كيف لها أن تسبح؟ غريب، أعرف أن جميع أنواع القطط تكره الماء. كلا، فالنمور بارعة جدا بالسباحة، وهي أبرع منا، وبإمكانها السباحة لمسافات طويلة قد تمتد إلى آلاف الأمتار. مدهش. نعم. وكم كمية الطعام التي يأكلها النمر؟ النمر البالغ يأكل 10 كيلوغرامات من اللحم. وإن كان جائعا فبإمكانه أكل أكثر من 50 حيوانا بالعام الواحد. يا له من طماع ومفجوع وشرح. هذا صحيح، ولكنه من الحيوانات المفترسة الآكلة للحوم، والطبيعة بحاجة لمثل هذه النمور حتى تخلصنا من الحيوانات المريضة. ولله في خلقه شؤون يا كوكو. قل لي، ما هي الحيوانات التي تفترسها النمور؟ هل هي الفئران؟ نعم، فهي تحبها. إنني أمزح معك فوفو، بل تأكل الجواميس والسحالي، إضافة إلى الغزلان والتماسيح وبعض أنواع الفواكه. إذن كوكو، أليس من الخطر أن نمشي داخل قارة آسيا، خاصة مع وجود كل هذه النمور؟ كلا، فعدد النمور محدود جدا، ولم يبقى منها إلا القليل في حدائق الحيوانات وفي المحميات الطبيعية. لكني كنت أعتقد بأن النمور قوية جدا. صحيح، ولكن الصيادين أطلقوا النار على معظم النمور من أجل الحصول على فرائها. من أجل فرائها. فرائها؟ أجل، فهو غالي الثمن ويستخدم لصناعة المعاطف للسيدات. إذا ما شاهدت امرأة ترتدي معطفا مصنوعا من فراء النمر فسوف أزأر بوجهها. وأنا كذلك سأزأر بوجهها. هناك نمر وراءك فوفو، انتبه. ماذا تقول؟ نمر، ساعدوني. اليوم سأعرض عليك حيلة فوفو. إنني أحب الحيل كثيرا كوكو، ولكن احذر، فبعض الحيل خطيرة. كن مطمئنا فوفو، فحيلي تنجح دائما لأنني ذكي وموهوب وعبقري. لم أكن أعلم بأنك بارع بالحيل. بل أنا بارع جدا. إذا أسرع وقدم لنا حيلتك. ما هي الحيلة التي ستعرضها علينا اليوم كوكو؟ الطيران الحلزوني. وهل تستطيع فعل ذلك كوكو؟
بالطبع أستطيع، ولكن علي أن أهيئ نفسي أولا، إضافة إلى إجراء الحسابات اللازمة وتسجيلها على الورق من أجل الأمان. صدقت. أخبرنا كوكو عن اليوم الذي قابلت فيه الآنسة نمنم المعلمة في مدرسة الببغاء على ما أعتقد، صح؟ أنا والآنسة نمنم لم نكن على وفاق طوال الوقت. سأروي لك، أمي لم تكن تريد القدوم معنا إلى المدرسة، إلا أنه عندما وصلنا إليها كانت أمهات جميع الطلاب هناك. أما أبي والذي أتى معنا فقال: أريدكم أن تحسنوا التصرف حتى أتمكن من المغادرة بأسرع وقت ممكن. إلا أن أختي بدأت بالبكاء وقالت بأنها لا تريد البقاء بالمدرسة بل تريد الرجوع للبيت. عندها بدأ جميع صغار الببغاء بالبكاء وأخذوا يصرخون: عيدونا للبيت، عيدونا للبيت. والدي قال لأختي مؤنبا: إن لم تتوقفي عن البكاء حالا فسأعاقبك حال وصولنا إلى البيت. إلا أن أختي استمرت بالبكاء وقالت: أريد أمي، أريد أن أعود إلى البيت، أريد أمي حالا. عندها اقتربت معلمة منا ووضعت يدها على رأس أختي وقالت لها: اهدئي يا حبيبتي، اهدئي يا ذات الريش الجميل، كل شيء سيكون على ما يرام. أما معلمة ازدهار فإنها تقبلنا طوال الوقت وتدللنا وتعلمنا وتهتم بأمورنا. أفهم، فأنتم عاطفيون. لنعد لدفتر مذكراتي. أختي توقفت عن البكاء ورفعت نظرها إلى والدي وقالت: أريد العودة للبيت. إلا أنه كان من الواضح بأنها لا تمانع البقاء بالمدرسة. أما أخي فقد بدأ بالصراخ قائلا: لا أريد البقاء هنا، أريد الرجوع للبيت، أمي أمي. اقتربت المعلمة من أبي وقالت له: هل هذا الببغاء الجميل ابنك؟ هز والدي رأسه باعتزاز وقبل أخي، ومن ثم سكت أخي عن البكاء. وبعد ذلك نظرت المعلمة نحوي. لابد أنها أصيبت بأكبر صدمة في حياتها عندما رأتك ترتدي قميص عمك. وكيف عرفت؟ لقد أخبرتك بنفسي سابقا. على أي حال سأكمل لك. عندما شاهدتني المعلمة أصبح وجهها متجهما ونظرت إلي بعدوانية وقالت: أين هي والدتك أيها الصغير؟ واندهشت لسؤالها وقلت: لكن هذا هو والدي وأنا أحد أفراد هذه العائلة. أما والدي فقد قال لها بلا مبالاة: هذا صحيح، أرجو المعذرة، لقد نسيناه. أما أنا فشعرت بالغضب وقلت: ماذا نسيتموني؟ إلا أن المعلمة قالت: هيا يا صغار، لقد حان وقت الدرس. هذا تماما ما تقوله معلمتي عندما يكون هنالك إزعاج. نعم، وعندها بدأ جميع الببغاء بالبكاء والصراخ. إلا أن المعلمة كانت معتادة على ذلك، حيث أنها استمرت بتحريك جناحيها وقالت لنا: أيها الأطفال، هيا لنذهب إلى غرفة السقف. وعندما أدارت المعلمة ظهرها ضربني والدي بجناحيه وقال: بالمرة القادمة عليك الطيران إلى المدرسة وحدك. أما أنا فصرخت قائلا: أبي لا تضربني، فأنا أحبك كثيرا. مسح أبي بجناحه على رأسي وغادر المدرسة فورا. أما المعلمة فقد نظرت إلي مبتسمة، ولكن حال دخولنا إلى غرفة الصف قالت بحدة: أنت اجلس بالصف الأخير هيا. ومن يومها بدأت معاناتي. يا للأسف، ولكن الخطأ لم يكن خطأك. تصرف والديك معك خاطئ، وتصرف معلمتك مثال سلبي جدا ونادر. في المرة القادمة سأخبركم عن صديقي الجديد بالصف. سأبدأ بالطيران كالصاروخ. وكيف تطير كالصاروخ؟ كالصاروخ. وكيف ستفعل ذلك كوكو؟ الطيران كالصاروخ هو الطيران بشكل عمودي، فالصاروخ ينطلق عموديا. عندما أصل إلى ارتفاع معين سأبدأ بالطيران أفقيا، وسأقوم ببعض
الحركات البهلوانية. وما هي هذه الحركات البهلوانية يا كوكو؟ إنها حركات بهلوانية تسمى بالطيران الحلزوني. فهمت. ما هو الطيران الحلزوني؟ لم أفهم تماما كوكو، ما الذي تقصده؟ وضح أكثر. الطيران الحلزوني هو الدوران بالهواء. نعم. سأدور بالهواء إلى الأعلى ومن ثم إلى الأسفل ومن ثم إلى الأعلى وهكذا. تقصدك على زحاف؟ نعم فوفو، بعد ذلك سأعود إلى الأرض بشكل حلزوني. فهمت؟ لم أفهم. إن أردت حبيبي فوفو تستطيع مشاركتي فلا مانع لدي. أنا أشاركك، وكيف ذلك؟ تحلق مثلي بشكل حلزوني. لا 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 لا، أشكرك كثيرا، فأنا لا أطير كما تعرف. أتعرف كوكو؟ ماذا؟ ما هو الضرب الذي لا يؤلم؟ أتعرف؟ إنه ضرب الحبيب فوفو، فهو لا يؤلم. بل هو طبق الدجاج المدقوق يا كوكو، أي الدجاج المطهو بطريقة خاصة. هلا أوضحت لي رجاء؟ حاضر، إنها طريقة خاصة لإعداد الدجاج لا يعرفها أحد. أجدادنا كانوا يحضرون الدجاج بهذه الطريقة، وهذه الطريقة كانوا يستخدمونها قبل أكثر من 2000 عام. وهل علينا استخدام القفازات البيضاء لتحضير الدجاج على الطريقة التي ذكرتها لي فوفو؟ طبعا يجب استعمال القفازات. نعم. أنت على حق. نعم انظر، ها هي القفازات. رائع. ثم نأخذ نصفي دجاجة ونضعهما على قاعدة خشبية. نعم. ويفضل أن نطلب من الجزار تقطيع الدجاج لنا، فالأمر صعب قليلا. لقد شعرت بألم في صدري فوفو، وأشكر الله على أنه ليس هناك ما يسمى بطبق الببغاء على الطريقة التي ذكرتها لي. الببغاء المدقوق. انظر كوكو، إنه شاكوش خشبي، لا تخاف. وهل سنستخدمه؟ نعم، علينا دق نصفي الدجاجة لتصبح مسطحة بالكامل. يا سلام. وعلينا ضرب اللحم بقوة كبيرة والتأكد من كسر جميع قطع العظم فيها. ألا يكفي؟ الدجاجة لن تحتمل هذا الضرب حبيبي فوفو. إنه الضرب الذي لا يؤلم، الدجاجة مذبوحة فوكو. أنا أمزح. وهذا هو السبب وراء تسمية الطبق بذلك الاسم. ثم نحضر الموقد ومقلاة كبيرة. كالمقلاة التي كنا نحضر فيها الفطائر المحلاة، لقد كانت لذيذة جدا. أجل صحيح. وعلينا إذابة قطعة من الزبدة. صحيح، ومعها ملعقة طعام من زيت الزيتون. فوفو حبيبي، ها؟ ما هذه الأشياء فوفو؟ إنها سمكة صغيرة كسمك السردين، نخرجها من العلبة ونضعها في المقلاة ونقلبها. وبعد أن نقلبها جيدا ماذا نفعل؟ أريد منك جوابا دقيقا ومفيدا وبأسرع وقت. حاضر، نضع بعض البهارات على نصفي الدجاجة ونرش الفلفل. نرش عليها الفلفل والملح أيضا. ما هو النوع الثالث من البهارات؟ إنها جوزة الطيب. نعم، جوزة الطيب. وبعد ذلك يا كوكو؟ وبعد ذلك يا فوفو نضع الدجاجة بالمقلاة. صحيح، ثم نضع طبقا مقلوبا فوق الدجاج. لماذا؟ لأننا سنضع قطعة من الطوب على الطبق. ولكنني لم أفهم. لحظة كوكو، نحن نحتاج إلى قطعة الطوب لنضغط بها على الطبق المقلوب. حتى لا تطير الدجاجة. بالضبط، حتى نتأكد بأن الدجاجة سيبقى في قاع المقلاة. ويجب ألا ننسى قلب نصفي الدجاجة ووضع قطع ليمون فوقها. ونستمر بذلك حتى يصبح لونها بنيا ذهبيا مقرمشا. ولماذا يعتبر هذا الطبق من الأطباق اللذيذة؟ لأن طريقة إعداده سهلة جدا. ولماذا تعتبر سهلة؟ كوكو، ألم تنتبه لطريقة التحضير؟ لم أعد قادرا على التركيز بسبب هذه الرائحة الزكية. ثم نضع البقدونس، وذلك من أجل الزينة. إنه طبق شهي.
فوفو، ما فائدة طبق الليمون بالماء؟ إنه يستخدم لغسل الأصابع، حيث إنك ستلتحم الدجاج بطريقة خاصة أيضاً، مستخدماً يديك فقط، تماماً كما كان يفعل أجدادنا فيما مضى. يم 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 يم. لذيذ. كوكو كوكو. نعم. ألم تقل لي قبل قليل بأنك سترين الطيران الحلزوني اليوم؟ طبعاً، وهي هدية لمشاهدينا. هيا ابدأ. ولكن ليس هنا بالطبع، فأنا أحتاج إلى هواء وفضاء رحب. ولكن لا توجد كاميرات تصوير بالخارج، ولن يتمكن أحد من مشاهدتك كوكو. نعم، أنا آسف، لم يخطر لي هذا. كوكو، إنك تستعرض دائماً بالكلام. أنا؟ نريد أفعالاً. هذه قصة عن عمتي فافي. انظروا، ها هي صورتها. لقد كانت عمتي فافي لطيفة جدا، وكانت تزورنا باستمرار. كانت عمتي معلمة بنفس المدرسة التي أدرس فيها، وعندما كانت تزورنا كنا نفرح جميعا، فقد كانت تحضر لنا الهدايا الصغيرة، والأهم من ذلك أنها كانت تعاملنا بلطف. وهذه صورتها يوم زفافها إلى أحد الفئران الأثرياء، والذي كان يملك مصنعا لصنع ورق تواليت. اسمه كان العم سنون، وكان العم سنون يصنع ورق تواليت بجميع الألوان. وبعد زواج عمتي من العم سنون، لم تعد عمتي فافي تزورنا كما كانت تفعل سابقا. وفي يوم ما حدث أمر فظيع، حيث كان العم سنون قد تسلق كومة كبيرة من ورق تواليت لفحص عينات منها، لكنه وقع عن كومة الورق فاصطدم رأسه بالأرض ومات. حزن الجميع على موت زوج عمتي، خاصة عمتي فافي، إلا أنها عادت لزيارتنا بانتظام كما كانت تفعل بالسابق. انظر الصورة، ها هي تجلس على الكنبة وعلى وجهها نظرة حزينة، فقد كانت تفكر بالعم سنون دون شك. ويوما قال لها أبي: أختي فافي، لما لا تتزوجين مرة أخرى؟ العالم مليء بالفئران. إلا أن عمتي بدأت تبكي، وعلى الفور التقط خالي فلاش صورة لها، مما أغضب الجميع، فلم يكن الوقت مناسبا لالتقاط الصور. وقالت له أمي: يا لك من غبي أنت وصورك. لقد كانت غاضبة فعلا منه. وبعد أسبوعين حضرت عمتي لزيارتنا، كانت معها ذبابة تحتفظ بها كحيوان أليف، اسم تلك الذبابة كان وز. ولم يكن أبي راضا عن الذبابة، حيث قال: وز لا تحل مشكلتك. إضافة إلى أن أبي كان يكره أن يرى مخلفات الذباب في المنزل، بينما والدتي كانت تحب وجود الذباب كحيوانات أليفة. وها هي وز تجلس في حضن عمتي فافي، وقد أحب الجميع الذبابة وز، إلا أنه في يوم ما فتح الجد سمعان النافذة ووز طارت بعيدا. غضبت العمة فافي من جدي سمعان كثيرا، أما جدي فقد أجابها قائلا: كل ما يهمك هو الاحتفاظ بتلك الذبابة، انتبهي لنفسك يا ابنتي. وخرج من الغرفة. أتعرفون ماذا حصل بعد ذلك؟ تقدم السيد فارو طالبا يد عمتي وقبلت الزواج منه، فقد كان يملك محلا لبيع الذباب بجميع ألوانه وأحجامه. كانت حفلة الزفاف رائعة، والتقط خالي فلاش لهما هذه الصورة. وفي حفل الزفاف قامت سبع ذبابات بالغناء، أما نحن فقد أكلنا وشبعنا. وعلى أنغام الموسيقى الساحرة رقصت جميع العائلة، لكن عمتي فافي لم ترقص معنا، فقد كانت خجولة. وهذه صورة لأمي وأبي وهما يرقصان، إنها جميلة. وفجأة دخلت ويز من إحدى نوافذ المنزل، واتجهت مباشرة لحضن عمتي. ولا أستطيع وصف مشاعر عمتي حينها، فقد كانت سعادتها لا توصف. كوكو كوكو ما بغى امتاز بالذكاء، فوفو فوفو عبقري رحالة ذكي، اثنان
الأصدقاء يقدم برنامج يصور عن الغابة ويعرض نماذج من عالم الحيوان جميلة الألوان. كوكو وفوفو كوكو وفوفو كوكو وفوفو فأر وبابابا مذكرة كوكو صور من الحياة كوكو كوكو ومن ألبوم فوفو نسعد بما نرى فوفو فوفو في المطبخ الصغير نراه ملكي يقدم طريقة لطبق شهي وهذا مفيد للمطبخ.